لو الحكاية فيها إن فيديو حلل لهم الباب ال13 راحوا عند جماعة مسلمين من جنة هيقولوا لهم انتوا في حد مسيحي عندكم تاني؟ قالوا له لا مفيش حد تاني عندنا مسيحي. ودسوهم الساعة 11 الصبح نسمعوا ان دول ميتين ومرميين في حتة اسمها تيكا او حتة مش عارف ايه بالضبط في الحتة. ليه احنا من الاساس مدام هم ما عايزينش مسيحيين في ليبيا ليه ما يمنعوناش من السفر قبل ما نطلع؟ الوضع هناك هل هو سيء مع المصريين؟ الوضع سيء مع المسيحيين مش مع المصريين. المسيحيين بس مع المسيحيين مع الاقباط بمعنى اصح. يا هم مش عايزين في معامله مش كويسه هناك. المعامله سيئه مش معامله بني ادمين. ولو هم لو هم اللي عملوه ده لدين اسلامي ولا يهودي ولا كافر ولا انسان يعبد البهائم او يعبد البقر او يعبد الحجر او يعبد الاسفل او يعبد الصنم مش رح يعمل في اللي عمله ده. مش هيعمل ده اصلا مش بني ادمين.